مجلس النواب يرفع جلسة اليوم إلى شعر آخر لعدم تحقق النصاب القانوني نتيجة إدراج فقرات على جدول الأعمال تبدو أن خلافات سياسية تحوم حولها، وأبرزها التصويت على درجات خاصة لاستكمال مناصب ذات أهمية ضمن المنهاج الوزاري في وقت لا تزال فيه طريقة توزيع المواقع والأسماء مجرد تكهنات. درجات الخاصة حسب ما قيل ويقال تشمل مدير مكتب رئيس الوزراء، الأمين العام لمجلس النواب، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، مدير مكتب رئيس مجلس النواب ونائبيه مدراء. نواب آخرون أرجعوا عدم اكتمال نصاب جلسة اليوم إلى عدم التنسيق المسبق مع كتل سياسية تحتاج إلى مزيد من الوقت لمراجعة الأسماء المطروحة للدرجات الخاصة، ما يعني أن عديدا من المناصب ستبقى محط جدل حتى الوصول إلى تسوية بشأنها. أعتقد حاليا طبعا يحتاج إلى تنسيق وإلى مراجعة لهذه الدرجات الخاصة لعدم رفع أعباء الموازنة بمثل هذه الدرجات، إضافة لابد من التنسيق بين الكتل السياسية بخصوصها. وفيما يستعد مجلس النواب لبدء عطلة تشريعية نهاية الأسبوع الحالي، تزدحم مشاريع القوانين على طاولة اللجان النيابية، في حين لم يصل المشروع الأبرز حتى الآن موازنة العام المقبل. علي أسد، يو تي في.